خليني بلش من لقائك مع رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل، وكنت برفقة النائبين السابقين أمير رحمة وسيزار المعلوف. انبنى وانحاك كتير حول هذا اللقاء، ورح روح بالمباشر معك في هذا الأمر. هل حمل وئام وهاب لجبران باسيل تهديد من حزب الله بأنه إياك أن تسير عكس مشيئة الحزب وعكس المسار يلي ماشي فيه الحزب؟ أول شيء، لا أنا بحمل تهديد من حزب الله، ولا بسمح لنفسي أحمل تهديد، ولا أنا ما يعني ومني أنا القناة المعنية إذا في تهديد، يعني مني هيك أنا، ولا بؤمن بهالطريقة يعني بالتعاطي. أول شيء جبران باسيل حليف سياسي، جبران باسيل صديق، فيعني مني رايح أكل ببيته وهدده. يعني أنا يعني الخبز والملح عنا غالي، نحن كتير نحن أولاد ضيع، يعني منا هيك بهذه الطريقة. أنا زلمي نحن نقشنا، يعني قعدنا قعدة مطولة نقشنا في كتير شغلات معه حق فيها، في كتير شغلات فهمي فيها، ولكن أنا حكيت رأيي. اوكي، يعني اعطينا لك ما دامك انت المعني مباشره والجميع عم بيصيغ حواليك، خلينا نقول محاضر جلسه، اعطينا محضر هالجلسه مره لكل المرات. شو الحديث اللي صار؟ ما في شيء بيتخبى، انت بتعرف انه كله بيتسرب. نقشنا كثير، هو طبعا يعني قال لي انه نحن تفهمنا كمعارضه على اسم مرشح. عرفتي كيف؟ بلغك انه تفاهموا على جهاد أزعور؟ لا، يمكن يروحوا على خيار تاني مش جهاد لحاله. شو قال؟ انا رايي جهاد وزياد. طيب، بس زياد المطروحين جهاد وزياد في فيتو عليه من سمير جعجع، ما هيك؟ ما بتعرفي بيستمر بالفيتو سمير او بينزل بعد. يعني هلا بدي اقول لك شغلي، انا في اوقات بالسياسه للاسف في شغلات بتكبلك، ما فيك تكوني صريحه. واضح انك مكبل. يعني جهاد ابن اخته لجون عبيد، هذا موضوع انا بيصيبني بمقتل، يعني ما بيعود فيي احكي رايي. وجهاد حقيقه ما تورط بالفساد بلبنان رغم عمل وزير ماليه، بس انه يعني انا بستغرب هودي اللي تبع هيدا راي جبران، هذا تبع كلهم كلهم يعني كلهم. ايه هودي كلهم يعني كلهم. هو كان وزير مالية مع الرئيس فؤاد السنيور. صحيح. وشو بدي أنا بالحكم على الرئيس فؤاد السنيور؟ في ناس تحكم عن ناس يعني غلط أوقات. طيب، بس بهذا التوقيت نعمل الإبراء المستحيل، وكان في 11 مليار وكان جهاد أزعور وزير مالية. هو وزير مالية الرئيس فؤاد السنيور، بطل كلهم يعني كلهم. كلكم يعني كلكم بتسوا قشرة بصلة، كلكم هاو كلهم هاودي هاو هلق اللي عم يحوروا تينتخبوه، كلهم بيسوا قشرة بصلة، خاصة هاو التغيير ما يسمى مش تغييريين أو تدميريين.